لو الحكاية فيها إن فيتو جاي النهارده ليه؟ جاي عشان أقدم شكوى. ليه؟ عايزة أخش دور تاني، لأن دي أنا من دفعة 2016 وكده. لو دخلت تاني أنا كنت في 2016 عندي أربع مواد، نجحوني في مادة شايلوني ثلاث مواد، والمواد هي نفس الدرجات. رحت للتظلمات عملت تظلمات كان ليا درجات وما خدتش أي حاجة، أنا وصاحبتي ومفيش أي حد فينا خد حاجة، مش عارفين نعمل كل اللي عايزينه. كل اللي مطلوبه منهم ان احنا نيجي هنا عايزين بس، مش طالبين اي حاجه ولا هنعمل مظاهرات ولا هنعمل اي حاجه. كل اللي عايزينه بس حاجه واحده بس، ان احنا ندخل دور تاني، عشان حرام ان انا ابقى ليا سنتين وداخله في الثالثه في ثانويه عامه، اللي زي داخلين ثانيه كليه والسنه اللي جايه وداخلين ثالثه كليه وانا هكون لسه بدخل في اولى كليه. ليه دخلتيها؟ فحرام. ناس منيره، بقالي سنتين في الثانويه العامه من 2016. رحت عملت تظلمات، لقيت درجات كتير جدا. عندي لقيت في الفيزياء 22 درجة، لقيت في الرياضة أكتر من 39 درجة، ما خدتش حاجة. نزلت على المواد هي بنفس الدرجات، ما خدتش ولا حاجة. حرام أهالينا اللي هم بيصرفوا مصاريف في الآخر ما بياخدوش أو ما بيفتحوش بعيالهم. حرام اللي إحنا فيه، حرام اللي إحنا أصحابنا دخلوا الجامعة وإحنا لسه وداخلين تانية وتالتة. حرام يعني حرام اللي احنا مش عارفين ناخد حقنا في البلد دي، ولا عارفين نتطور ولا عارفين نعمل حاجه. وكل شويه يطلعوا لنا احنا بنطور في التعليم، احنا بنطور مش عارفه ايه. المنظومه كلها اصلا زي الزفت، مفيش حاجه في التعليم عدله من ابتدائي لغايه اصلا الجامعه، مفيش حاجه عدله. لسه مكتشفين دكتور ملوش اي لازمه بيتحرش بالبنات، يعني هنروح فين في التعليم اكتر من كده؟ احنا يعني بلد مش عارفه، احنا طلعنا من موسوعه التعليم نهائيا، معرفش بجد هيوصلونا فين بعد كده. ومفروض احنا شباب والمستقبل بتاع مصر، المفروض بلدنا بتتقدم بينا احنا، بلدنا بتتقدم بينا احنا ازاي واحنا مش عارفين ناخد حقنا فيها ولا عارفين نتعلم فيها؟ هناك بره في بلاد بره ما بيعترفوش بالشهاده بتاعتنا نهائيا. عشان نطلع بره نشتغل بره لازم ناخد كورسات عشان يعلمونا. ايه فايدتها؟ ايه فايدتها ان احنا نطلع بره ما نبقاش معترفين بشهاده مصر؟ كانوا زمان بيعترفوا. قدمت الشكوى لمين؟ قدمت في عملت تظلمات في تربيه وزاره التعليم، ورحت تربيه وزاره التعليم نفسها عملت اقرار ان احنا عايزين الثلاث كل اربع مواد بيمتحنوا دور تاني، مش عايزين اكتر من كده. ونجحنا نزلنا بس عايزين نحاول عشان نخلص. احنا تعبنا من اللي احنا فيه.